السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم الكاتبة بلقيس الكثيري، مؤلفة كتاب أمام الألم كلنا سواسية، الصادر عن دار إرفاء للنشر والتوزيع. في بداية أود أن أشكر الجميلة رحاب على استضافتها، وأتمنى أن يكون اللقاء خفيفا عليكم. لودة تعريفية عني: كاتبة يمنية، خريجة ثانوية عامة، حاملة دبلوم لغة إنجليزية. أقرأ بشغف وأكتب بحب وأمارس الترجمة بلذة. ما جذبني لدخول عالم الكتابة هم الكتاب الذين كنت أقرأ لهم، فهم كانوا يتركون في عقلي بذرة كانت تكبر وتنمو مع الأيام. في اعتقادي أن من يهوى القراءة سيدخل عالم الكتابة بالضرورة، لأنك حين تقرأ تنتقل إليك العدوى حتى وإن لم تكن تشعر. الحياة بحد ذاتها تحفزك لأن تكتب. القراءة بالنسبة لي أكسجين من نوع آخر. بالنسبة لكتابي أمام الألم كلنا سواسية، هو عبارة عن مجموعة قصص قصيرة مكونة من 21 قصة. عوضا عن تقديم رسائلي في قوالب نصح وتوجيه، قدمتها مغلفة في قصص أناشد في الناس العدالة، الرحمة، التغيير الإيجابي. أطالب بالكف عن الحروب والأذى والجشع، أهمس في أذن الحالمين بأن هناك أمل، وفي أذن المذنبين بأن هناك توبة. رسالة التي أحملها هي رسالة الإسلام، بث الحب ونشر السلام. قصصي أقدمها لمن يهمه الأمر. إدارة الوقت بالنسبة لي ليست عملية مجدولة، وإنما ترتيب أولويات. حين أنجزها أتصرف في باقي الوقت بحرية تعزز ذاتي وتضيف لي. طقوس الكتابة الخاصة بي أفضل الهدوء والليل، ولكن عندما تفرض الفكرة نفسها علي بقوة ويكون قلمي أو هاتفي بيدي أنفرد بالفكرة وأكتب، حتى لو كنت في جو عائلي صاخب. أؤمن أن الفكرة الجيدة لا تستدعي لمحفزات، وليس للمحيط أن يعكر صفوها. لم تخفني الكتابة يوما، وإنما خفت من فكرة النشر. الذين يكتبون لا يخافون. حين قرأت اقتباسا هي شجاعة أن تخوض تجربة الكتابة وتنشر ما كتبت. عندها أقدمت من مبدأ أنه يجب على الكاتب الذي يحمل رسالة أن لا يخاف. كلمة للكتاب: الكتاب نافذتي على العالم. كلمة للقلم: القلم بوابة إلى عالمي. في الحقيقة أنا من حزب المشروبات الساخنة، الشاي والقهوة على حد سواء. كلمة للقهوة: أغرق في كوبك ولا أدري من منا يكتشف الآخر. هدفي أن أترك أثراً إيجابياً في حياة الناس، يرقى بحياتهم إلى الأفضل. أثراً إيجابي يليق بالرسالة التي أحملها كمسلمة، فلا يختفي باختفائي. الكتابة هي الكتابة، لا يحط من قدرها أن تكون في العالم الافتراضي أو في الصحف، طالما أن الكاتب يخرج بنص يليق بمستوى قرائه. في العالم الافتراضي هناك فرصة لأن تلتقي بأمثالك من الكتاب الذين قد تفتقد لوجودهم حولك، حيث يدعمونك، يوجهونك، تتعلم منهم. أيضا جمهورك من القراء يكون أكبر، ولا أظن أن النتائج ستختلف عن نتائج الكتابة التقليدية سوى في المادة. للبيئة ولا شك أثرها على شخصيتي، على تفكيري. أما ما يتعلق بهواياتي من الكتابة والقراءة فهي نابعة من رغبة مريحة في داخلي ولا علاقة لها بالخارج. من هواياتي الرسم إلى حد ما، يستهويني سماع الشعر. قدوتي في الحياة، أحاول جاهدة أن أتأسى بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. رسالتي في الحياة: كن سمحا مع الناس، مع الحياة، مع الوجود بأكمله. تسعدني فرحة الذين أحبهم، ويستفزني الظلم والتحايل والكذب. من الذكريات الجميلة ذكريات الطفولة. موقف أتمنى أن يعاد وأخلده بصورة: حين قرأت معلمتي أول قصة كتبتها فأدمعت. كلمة تمثلني: إنسانة. في النهاية أود أن أشكر الأنيق رحاب على استضافتها وكل العاملين في برنامج بلاك كوفي. أشكر لكم استماعكم وطابت أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.